السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، وصباح الخير عليكم في فقرة منصات التواصل الاجتماعي. اليوم تجولنا في موقع أو منصة تويتر وانتشر هاشتاج ثقافة سودانية، نتعرف على مجموعة التغريدات، مجموعة الصور، مجموعة الكلام اللي جاء من خلال هذه أو من خلال هذا الهاشتاج. والبداية مع إيهاب عمر، وجاء بهذه التغريدة التي نشاهدها الآن مصحوبة معها هذه الصور، ويتحدث عن السبيل، ثقافة سودانية تستحق التأمل، وهي وضع الأزيار في الشوارع لخدمة المارة في مياه الشرب والوضوء. والأزيار في الصورة سعة الواحد منها 40 جالون وأكثر. طبعا السبيل معروف في الثقافة السودانية، على الشوارع أنت بتكون في حالة عطش فبتتناول الماء النظيف الموجود من خلال هذا السبيل. إلى تغريدة أخرى، وتظهر هذه الصورة على الشاشة بعد قليل أو ظهرت الآن، وفيها البوابات النوبية. نشاهدها الآن، مجموعة من البوابات النوبية. طبعا في شمال السودان متميزة هذه المنطقة بهذه الأشكال وهذه الإبداعات المختلفة. طبعا بيعملوها السيدات، تحية لحواء السودان الشمالية بالتحديد، النوبية بالأخص، وهي بتبدع هذه الأشكال المختلفة والمتنوعة للبوابات المنزلية في منطقة النوبة. إلى صورة أخرى أيضا جاءت في تغريدة مع هذا الهاشتاج، السيف وبعض الإكسسوارات اللي بتكون موجودة معه في شكل خيوط موجودة الآن على الشاشة. أيضا المسألة دي بتمارس أو بتتعامل على بعض العصي، وفيها زركشة وفيها كذلك إبداع مختلف وإبداع متنوع، هو من أصل سوداني أصيل. إلى أيضا تغريدة أخرى وصورة مجموعة من البقارة في غرب السودان، وبالتحديد تظهر هذه الصورة على الشاشة الآن لهذه المجموعة من سكان المنطقة بتحديد في دارفور، وهم بيستغلوا الدواب المختلفة والمتنوعة، وهم أكيد عندهم ثقافة سودانية أصيلة متعلقة بحياة سودانية في غرب السودان. إلى صورة أخرى جاءت أيضا في تغريدة مع هذا الهاشتاج، العملة السودانية الجريش. ويقول لك زمان أن البيت الفلاني اشتريته بعشر قروش وخمسة قروش وستة قروش، الآن بنشوف ثلاثة قروش وأربعة قروش وخمسة قروش على أربعة صور بتظهر على الشاشة. ممكن بتعود بينا لتاريخ وبتعود بينا ليوم من الأيام كانت العملة السودانية قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أكيد لما نقول القروش والجريش أكيد، وبرضو في الشيلين ممكن، وبعض المسميات المختلفة للعملة السودانية. ثقافة سودانية أصيلة أيضا مع هذا الهاشتاج في تويتر، وصورة من دارفور وشجرة التبلدي، خزان المياه المتوارث والمعروف، الشجرة الضخمة جدا الكبيرة جدا اللي كل ما أخذت من الزمن ومن التاريخ أخذت العبق أو العبق والأصالة. أكيد هي بتستخدم لحفظ المياه من زمن طويل جدا لزمن، أكيد لما يأتي فصل الخريف تحفظ المياه في هذه الشجرة، ومن ثم يكون التسلق عليها كما هو ظاهر الآن على الشاشة. وأكيد تحية في هذا الصباح لكل أهلنا الكرام في كل المناطق اللي بتستخدم فيها شجرة التبلدي، وأيضا في منطقة كردفان أو في إقليم كردفان موجودة شجرة التبلدي. صور لبعض المواقع السياحية، البحر الأحمر والشمالية، يمكن سن جنيب، وأيضا بعض المناطق الثانية اللي فيها الاهرامات وفيها كثير من الأبعاد الثقافية السودانية الأصيلة والقديمة والمعروفة. نجي لمنطقة المفازة في القضارف بشرق السودان، وأكيد تظهر صورة جميلة رائعة لهذا الوادي، المياه، الخضرة، الجمال، كل ما تحمل التفاصيل المختلفة للثقافة السودانية. هناك تظهر على الشاشة هذه الصورة من منطقة المفازة. إلى تغريدة أخرى، وفي هذه التغريدة تأتي هذه الكلمات الجميلة والرائعة التي نسمعها ونشاهدها الآن مع هذه التغريدة، ونحن عزاز ونحن حراز ونحن هشاب ونحن قموح ونحن تمور ونحن عيوش
نحن النيل وكذاب يا زول من قال إنك تاني لينا مثيل. تقول لي منو؟ تقول لي شنو؟ أكيد الحردلو والكلمات الجميلة والكلمات الرائعة المتأصلة والمتجذرة في الثقافة السودانية. إلى تغريدة أخرى جاءت من ولاء تقول فيها نفوس السودانيين واضحة واسعة، وضوح الصحراء وسعته، وخلقهم لين صافي لين ماء النيل وصفائه أو وصفائه، وفيهم رجولة تكاد تقترب من درجة الوحشية. أم درمان مدينة السراب والحنين للناقد الأديب السوداني معاوية محمد نور، أكيد هو قال هذه الكلمات وجاءت ولاء بهذه التغريدة مع هاشتاغ ثقافة سودانية. إلى صورة أخرى هي لقطاطي تقليدية ستظهر بعد قليل على الشاشة، جميلة من منطقة الدمازين بولاية النيل الأزرق في السودان. تظهر على الشاشة هذه الصورة، أكيد رائعة جدا للقطاطي، وكمان عندها برضو تفاصيل خاصة بها. إلى صورة أخرى نشاهدها أيضا مع هاشتاغ ثقافة سودانية في مدينة الخرطوم، وطيور الملونة وأيضا مقرن النيلين، وتفاصيل كثيرة جدا تحكي عن روعة المكان وروعة وجمال السودان باختلاف مناطقه شمالا وشرقا وجنوبا وغربا. وأكيد في الوسط تأتي كل هذه الصور الجميلة والرائعة. نتمنى في هذا الصباح أن يعم كل السودان الأمان والسلام والاستقرار، وكل صباح ندعو أن ينعم هذا السودان بالخير والوفاء. بهذا مشاهدينا تنتهي جولة صباحات المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي من خلال فقرة السوشيال ميديا اليوم مع تويتر، أكيد تغريدة وتغريدات مختلفة مع هاشتاغ ثقافة سودانية. سألتقيكم من خلال جديد الصحافة الآن، عودة إلى أنسام وهايلين، في أمان الله.